تابعينا ببير ميديا في كل مكان. معكم نورين حمدي محافظة الإسماعيلية. احنا النهاردة موجودين في أحد ذروة الحصاد الفراولة. طبعا زي ما حضرتك شايفين هنا بيتم فلاح حصاد الفراولة في محافظة الإسماعيلية. النهاردة احنا هنتكلم مع المزارع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الله يخليك أستاذ. قول لنا بقى ايه الفراوله الجميله دي وبدا الموسم الحصاد في الوقت ده هو فعلا بيبدا الموسم الحصاد في الشهر ده؟ والله من يعني من اول شهر 10 ماشي، واحنا شغالين يعني الدمع العادي بتاع ماشي. ودلوقتي يعني زي ما انت شايفه كده استاذه الفراوله البلدي بقى، دي الفراوله الممتازه بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، فورتونا وفلوريدا. هو الصنفين دول اللي احنا بنزرعها. قول لي حضرتك هنا في كام فدان في محافظة الإسماعيلية؟ زي ما انا شايفه كده هنا في عدد كبير يعني. ايوه كلم ماشي. عندنا يعني بسم الله ما شاء الله بتاع مليون فدان. مليون فدان؟ مليون فدان كلها محافظة الإسماعيلية. نمرة 3 ونمرة 4 والمنشية. دلوقتي بتتم انت دلوقتي الحصاد الفراوله اللي هي الحمراء بقى. تمام. طب ممكن بقى تكمل بقيه تتكلم وانت بتلم بقى. ماشي. في اغنيه بتحب تقولها وانت بتلم ولا عادي؟ بغني ده بغني ده هو بيلم الفراوله. اي اغنيه مفيش كسوف. الاغنيه اللي انت بتغنيها دايما معاك على طول على الفراوله. غني وانت بتلم الفراوله. غني اي اغنيه تخطر على بالك. انت بتسلي نفسك بتقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله. يعني احنا بندعي الله اول حاجه وبنقول بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله وحاجه بسم الله ما شاء الله. انت شايفه وكل حاجه طبيعي يا استاذ، يعني كل حاجه طبيعي زي ما انت شايفه كده. ممكن في اليوم تلم كام كيلو مثلا؟ والله حسب الانتاج اللي قدامنا. يعني ممكن يعني نجمع نقلتين ونطلع لنا بسم الله ما شاء الله، ودينا العبور ونبيع نقله هنا في الارض. وحاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفها. احنا بنشتغل شغل يعني طبيعي. طيب قول لي هنا في خراطيم هنا انت قلت؟ في خراطيم جهار، وفي دي 63 ده بيدينا اربع اتجاهات، جنبين الناحيه دي وجنبين الناحيه دي. طيب قولي ليه بقى بتغلفوه بالورق اللي هو الغليف ده؟ ده مشمع، ده بيدفي الزرع ماشي. ويعني ايه وبيحمل الحبايه بحيث الحبايه ما تجيش على التربه تعفن مني. تعالى يا احمد. ماشي. وزي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله احنا بنشتغل شغل طبيعي يعني. دلوقتي انت بتلم الحصاد كل يوم ولا يوم ورا يوم؟ لا يعني كل ثلاث ايام. الجو دلوقتي في رطوبه عاليه ساقعه وكده، الزرع بياخد ايه حجمه واحده واحده. طيب قول لي دلوقتي هو فعلا بيقولوا ان الورده دي هي بتبقى هي دي دي الورده دي نواره؟ ما هي دي بتقفش. بص يا استاذه يعني مثلا ايه دي كده نوار ماشي، وبتقفش لي بتعمل لي حبه صغيره. ده انا لما بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف اهو زي كده، وهكذا لما الحبايه تديني لون كده بقى اجمعها كده، برجع اجمعها زي كده زي ما انت شايفها كده. حاجه بس مش كل يوم بتعمل حصاد، يوم ورا يوم. يومين ويومين. اخر مره يعني احنا مثلا بنستنى يعني اربع ايام في الاسبوع بنلمهم وبنريح يومين. طيب يومين دي بقى فين الجردل؟ الجردل انت بتلم اللي هو الحمار الاول؟ بلم الحبه الحمراء زي ما انت شايفها كده. بتقطفها ازاي بقى؟ بتقطف اللي هي جزء. لازم اخلي الورده بتاعتها فيها عشان دي بتحمي الحبايه. بتخليها تحافظ عليها يعني. بتحافظ. ساعات بروح السوق بلاقي ان في فراوله باظت، ده بيبقى ايه بقى السبب؟ ممكن تلاقي ده عيب جمع، عيب العامل اللي بيجمع زي كده، بيجي جمعها من غير الجمع بتاعها. اهم حاجه تجمعها بالجمع. اللي هي دي. دي بتحميها من يعني الفراوله من العفن ومن البياظان بتاعها. طيب قول لي هنا الفراوله الموسم بتاعها من شهر كام لاخر كام؟ بسم الله ما شاء الله. يعني احنا بنشتغل من هنا من اول 9 بدناها لحد شهر 6 معانا. طيب هنا في محافظه الاسماعيليه كام فدان بالظبط؟
يعني ممكن نخش لنا في 700 في الدان، 750 في الدان، 1000 في الدان. تمام. يعني دلوقتي ده الورد ده هو الفراوله يعني بسم الله ما شاء الله. بصي يا استاذه كده، يعني انا بصي الزرعه اخضر وفي حبه ده، يعني ثلاث ايام والحبايه دي تستوي، ثلاث ايام والحبايه دي تستوي، وزي كده زي ما انت شايف. طيب بالنسبه للرش والادويه هنا بترش كل قد ايه مثلا؟ يعني كل يومين والتالت، يومين والتالت رش. كل يومين والتالت. في بقى عندنا دواء للذبابه ودواء البياضه ودواء الحمراء اللي هو العنكبوت. ماشي. وفي ممكن ياكل العنكبوت ده بيأثر على الورق. وازاي ايه بقى دواء يعني؟ بص يا استاذه العنكبوت ده، انا برش دلوقتي حمراء للعنكبوت ده. للعنكبوت ده. تمام. دلوقتي انا شغال برش حمراء. طبعا شغلانه الاراضي دي بتتعب صعب. ورق هنا بترش اهي. يعني كل واحنا بنرش كل يوم ولا كل اسبوع مثلا؟ يعني يومين والتالت، يومين والتالت رش على طول. فتره الراحه بتاعتنا اللي من الجمع، فتره الراحه من الجمع بتاعتنا يعني شغالين. قوم يلا كده على حيلك يلا. اقف. زي ما انت شايفها كده، وبسم الله ما شاء الله انت شايف المزرعه عندنا. بيتم التجمع من الساعه كام لكام مثلا؟ يعني بنبدا من الساعه 6 للساعه 11 جمع. من الساعه 6 للساعه 11. عشان كل ما بنروح العبور بدري الزرع بينباع احسن. انتوا بتودوا العبور؟ اشمعنى العبور بقى بالذات؟ العبور اسعارها حلو وبسم الله ما شاء الله يعني. الجمله هناك. جمله. كمل بقى، عايزين بقى وانت بتكمل كده بتتكلم معانا بقى. يعني انا عايز اسالك عن شغلك. لا هل الخضار دوت بتسيبه يوم يعني يوم او يوم لا مثلا؟ يعني الخضار ده بيطلع بعد قد ايه؟ يومين. الخضار ده احنا دلوقتي هي الفراوله نظام مشتل. الفراوله نظام مشتل، بنجلعها من المشتل ونزرعها في على الخطوط زي كده. ماشي. يعني ايه عبال ما الورقه بتدينا على ورقتين، الشجره بتدينا على ورقتين زي كده يعني. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف. طيب شكرا جدا لحضرتك وربنا يرزقك. الله يخليك. وطبعا احنا عرفنا في اسماعيليه في كام فدان، والنهارده خلاص بدا موسم، يعني احنا في شهر الموسم الفراوله اللي في الاسماعيليه وعلى مستوى المحافظات طبعا. تمام. دلوقتي هيتم نزول الفراوله في الاسواق. شكرا جدا لحضرتك وربنا يرزقك. الله يصلح حالك.